السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في قناة أم محمد. إذا أول مرة شوفوا القناة انضموا لعائلتنا بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان كل ما ننزل فيديو يجيكم إشعار. كمان ما تنسونا من اللايك الجميل. اليوم إن شاء الله حبيت أشارككم طريقة عمل بسكويت النشادر بدون بيض بطريقة جدا بسيطة وسهلة بإذن الله تعجبكم ويطلع معكم مظبوط 100%. فيديو بسكويت النشادر حاطب لكم بس تشوفوا شكله كيف بيكون مع البيض في مقطع صغير بعد المقدمة. ومشاهدة ممتعة أتمنى لكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف اول خطوه معانا اللي هي هنعمل 4 أكواب دقيق نصفيها او ننخلها كويس جدا. الخطوه دي صراحه مهمه جدا حتى انه الدقيق يتخلله الهواء. يعني 4 أكواب معناتها نصف كيلو. انتوا بعد كده تضاعفوا الكميه او تقللوها على حسب رغبتكم. تمام، هننخل 4 أكواب او نصف الكيلو كويس جدا. ونيجي نشوف ان شاء الله الخطوه الثانيه اللي هي هنضيف ملعقة كبيرة من الباكنج باودر. هنضيف ملعقة كبيرة من الباكنج باودر على نصف كيلو دقيق. خلاص نشوف ان شاء الله خطوة خطوة. المكون الثاني معانا اللي هو هنضيف ملعقة كبيرة من الباكنج باودر. ملعقة كبيرة من الباكنج باودر نحركها كويس. هنضيف رشة ملح. رشة ملح. إذا هتشتغلي البسكويت بالنشادر هنضيف ملعقة كبيرة من النشادر لكوب إلا ربع من الحليب على درجة حرارة الغرفة. وبإذن الله تعالى المكونات هضع لكم في صندوق الوصف. طبعا النشادر اللي هي دي بيكون لونها أبيض كده زي ما شايفينها هذه. هنحتاج لي ملعقة كبيرة من النشادر هنضيفها للحليب. كوب إلا ربع من الحليب ونحركها كويس جدا ونتركها كمان على جانب. أتأكد إنه النشادر دابت كويس في الحليب وأتركه على جانب. هنحتاج كمان لكوب واحد من السمن. السمن يعني يكون لا هو من الثلاجة ولا ساخن، زي ما شايفين يكون سائل. تمام، نبدأ نشوف إن شاء الله طريقة العجن وكيف هتكون قوام العجينة. أول خطوة عملناها وضعنا كوب السمن عليه كوب إلا ربع من السكر البودرة. طبعا الكوب هو نفسه اللي استخدمناه للسمن، بس أتأكد إنه السمن والسكر يمتزجوا كويس هوقف على طول. هنضيف مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا ونحركهم كويس. هنضيف الحليب ونحرك كويس. ملحوظة مهمة، بعد تضيف الحليب هتحسي كأنه الخليط يعني فك مني، فعادي جدا واصلي انه تخلطوه كويس هيرجع ان شاء الله القوام زي ما شايفينه ده كده. بعد كده ممكن نضيف الدقيق. حابة اقول لكم انه ممكن الخطوات دي نفسها تعملوها بخلاط العصير عادي جدا ما في اي مشكلة. بعد كده اضفت الدقيق وهعجنه كويس وفي النهاية ان شاء الله اوريكم قوام العجينة هيكون كيف. كده خلاص وصلنا للقوام احنا عايزينه. طبعا بتخلي العجان تشتغل اكتر، واذا كان باليد هتعجني اكتر لحد ما تصلي للقوام ده اللي هو كأنه طين صلصال بالشكل معاكي شايفينها بالطريقة دي، تكون يعني سلسة ومطاطية. بعد كده نجي نقسمه على كور حتى انه يسهل يعني استخدامه في الماكينة التقطيع. سواء كنت اذا كنت هتعمليها بالقمع طبعا القوام بيختلف حيكون اقل، يعني ليونته حتكون اكثر من ده، لكن ده لانه هنشتغله بماكينه التقطيع فحيكون القوام احنا عايزينه اللي هو ده. خلاص انتبهوا للقوام. اذا هتشتغلوا العجين ده باليد يعني يا ريت تتاكدوا انه
دعكتيه كويس جدا خلاص. بعد كده لو قلت لكم هندوره او نكوره كذا جسم حتى انه بس يسهل لنا بعدين في الماكينه كده. ما عارفه ايوه بهنا صحيح كده خلاص. تاكد انه يعني القوام ناعم حتى ما يتعب بعدين في الماكينه. نعمل كذا جسم وارجع لكم. نجي بعد كده لمرحلة التقطيع. العجانة الكبيرة ما تشتغل عليها البوصة فرجحت للعجانة الصغيرة دي. فحنضع العجين هنا من فوق ودي في السودان بنسميها البوصة. بتلقوا نفس الشكل ده في كيس الحلواني. بنضع زي ما قلت لكم العجين هنا من فوق ونضغط عليه ونشغل الماكينة. الماكينة دي اسمها إليكتا. بجد جميلة شديد وبتمشي دائما مع البوصة يعني كويسة جدا. خلصت الصينية الأولى هدخل على الفرن درجة حرارة 180. الفرن هيكون شغال فوق وتحت في الرف الوسط. ده كده شكل البسكويت بعد طلع من الفرن. أخذ 20 دقيقة على درجة حرارة 180 النار فوق وتحت ووضعته في الرف الوسط. جميل جدا جدا صراحة. يعني أكثر ما ميزه إنه يعني ما فيه رائحة البيض كده. مرات الناس بتحسس منها وما بتحبها. دي حاجة من عيوب إنه يعني هش جدا. يعني يا دوب كده زي ما بيقولوا المصريين بسكويت السأسأة. فبجد جميل جدا جدا للشاي. اتمنى ان شاء الله ان تجربوه ينال اعجابكم. وزي ما شفتوا يعني الشكل مختلف تماما. شكل البسكويت بالبيض زي ما وضحت لكم في بداية الفيديو وبين شكل البسكويت بدون البيض. ده كان الفيديو. اتمنى ان شاء الله تجربوه ينال اعجابكم. ما تنسوا مشاركة الفيديو مع الاهل والاحباب. وكن جدا شاكرة وممتنة وفي أمان الله.